مساء الخير مشاهدينا الكرام، جولة جديدة لبرنامج بين السطور نطلع فيها على مختلف الملفات والتغطيات عبر التحليلات القراءات والكاريكاتيرات في الصحافة المحلية والعربية والعالمية، ونبدأ بالصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. تناولت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 من كانون الثاني 2024 العديد من الموضوعات بين كتاب الأعمدة والمقالات، وتنوعت هذه القراءات والتحليلات التي تركز على الشؤون المحلية وارتدادات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. سلام الدرعاوي في صحيفة الغد تناول في مقاله حديث رئيس الوزراء حول أداء الاقتصاد الأردني والإيجابية التي سادت حتى الربع الرابع من العام 2023. هذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. ويقول الدرعاوي: ومع ذلك فإن حرب الإبادة الجماعية الإجرامية على قطاع غزة والتوترات في باب البحر الأحمر تمثلان تحديات جديدة قد تؤثر في هذا التوجه الإيجابي، فالحرب على غزة تسببت في دمار واسع وأزمات إنسانية واقتصادية، مما أدى إلى تعقيد المشهد الإقليمي وزيادة الضغوطات على الأمن والاقتصاد في المنطقة. المشهد السياسي في الإقليم يفرض على الحكومة العمل على إعداد خطط طوارئ لضمان استمرارية العمليات الاقتصادية وتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث يشمل ذلك تعزيز الشبكات اللوجستية وتأمين طرق بديلة للتجارة والشحن لتقليل التأثير على سلاسل التوريد العالمية. ويرى الدرعاوي من الضروري إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية في ضوء هذه التطورات، إذ يجب على الحكومة التركيز على عدة محاور، منها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التي تأثرت بالأزمات مثل السياحة والتجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، مع التركيز على الاستثمارات التي تعزز الاستقرار وتوفر فرص العمل. ويؤكد الكاتب الحاجة إلى تعزيز الاكتفاء الغذائي عبر دعم الزراعة المحلية وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة والفعالة ووضع خطط طوارئ لضمان استمرارية العمليات الاقتصادية وتخفيف الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الحيوية والقطاعات الاقتصادية المهمة. بالانتقال إلى الكاتب محمد داودية في مقالة في دستور يتناول ترديد البعض من بيننا الإشاعات والأكاذيب التي يطلقها العدو الصهيوني ضد الأردن، وفيها يقول: حينما نتابع مصادر الإشاعات الرخيصة التي تستهدف بلدنا نجد أنها من إنتاج وإخراج وديكور وسيناريو كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي أوجعته مواقف شعبنا وملكنا وولي عهدنا وملكتنا وحكومتنا وبرلماننا وإعلامنا وأحزابنا، فقد فضح الأردن بلا هوادة الأساليب والحجج والذرائع التي ساقها وتلطى خلفها الكيان العدواني الإسرائيلي عقودا طويلة، حيث ساق الإعلام الصهيوني والمتصهين الثري المتمكن وخدع وضلل وعي العالم، مقدما إسرائيل كضحية والشعب العربي الفلسطيني شعبا عدوانيا إرهابيا. لم تتوقف الإشاعات المتقنة التركيب والتلفيق وتلك الهشة الضعيفة على امتداد عمر هذا الوطن العربي الجميل الخشن الوعر الصلب. تعايش الأردن مع التحديات والإشاعات والظلم والجحود والنكران والانتقاص، ولم يهز ذلك شعرة من شواربنا ولم تغبر على بسطار عسكري. وينهي: قد نتجاهل ما يقوله الأردنيون، لكن الأدق هو وضع خطوط حمراء لما يمكن لإسرائيل أن تحتمله من الملك ومن الملكة ومن كل أعوانهما. يكفي عمل بعضنا لدى المحتل بوعي أو بدون وعي. ولقراءة في بعض ما جاء في مقالات اليوم عبر الصحف المحلية، معنا عبر الاتصال الكاتب الصحفي إسماعيل الشريف. هل نحن بحاجة إلى خطة طوارئ اقتصادية في ضوء العدوان على غزة والتوترات في البحر الأحمر؟ يعني هي خطة طوارئ طبعا، يعني ماشيين طبعا فيها، يعني احنا زي ما بحكي لك، يعني انه احنا دولة مؤسسات، يعني كل مؤسسة تعرف الواجبات الملقاة عليها. طبعا اذا تابعنا الاخبار
يعني سمعنا تصريحات المسؤولين المختصين المطمئنة منها مثلا أنه لدينا مخزون كافي يعني للخروج من رمضان بنفس الأسعار الحالية، وأنه هنالك لا ارتفاع على أسعار الخبز، ثم هنالك الدعم الذي ستقدمه الحكومة مثلا للمؤسسة المدنية أو لتخزين البضائع الاستهلاكية. وطبعا التصريحات تقول أنه احنا لدينا مخزون من المواد لشهرين، نعم وهناك مثلا توسع على صوامع الحبوب. انا ما بعتقد انه هنالك مشكله، يعني مشكله كبيره او مشكله حقيقيه طبعا، ولكن هذا طبعا مع هذا كله قد نجد ان ارتفاعا في الاسعار سيحدث لاحقا. طبعا هذا الارتفاع لن يكون يعني ارتفاع يعني كبير جدا او ارتفاع مدمر، نعم سنستطيع يعني التعامل مع عليه، وهو طبعا بالاخير يعني هو حقيقه ثمن سخيف سندفعه في مقابل نعم ما يحدث يعني في غزة. نعم ابقى معنا الصحفي إسماعيل الشريف لقراءة ما بين السطور مقالات أخرى. وإلى عالم الكاريكاتير في صحافتنا المحلية، خلدون غرايب في صحيفة الرأي يضع رسما تحت عنوان تهديدات نتنياهو. الصحافة العربية ما تزال تدور في فلك الحرب على غزة والأوضاع التي خلفتها هذه الحرب، حيث تتعدد القراءات لمختلف الجبهات وعلى العديد من السيناريوهات. الكاتب مأمون فندي في صحيفة الشرق الأوسط يكتب بأن حماس نتيجة وليست سبب في الرد على من يحمل مسؤولية ما يحدث في غزة لحماس، ويقول فندي: تتسرب إلينا سردية غريبة غربية في تناول ما يجري في فلسطين من إبادة جماعية، سرديات تعمي أعيننا على الحقائق نتيجة الإلحاح المستمر والتكرار. ومن هذه السرديات هي أن حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في غزة دون ما اكتراث لحقيقة واضحة وضوح الشمس، وهي أن حماس لم تخلق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. حماس هي نتيجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي بدأ مع نكبة 48. وإذا أدركنا هذه الحقيقة البسيطة فسنبدأ في فهم أوسع لما يحدث ووضعه في سياقه التاريخي الأشمل. ويجد الكاتب مأمون فندي أن إسرائيل تسخر ترسانتها الإعلامية حول العالم لتقديم رواية المظلومية التي تقع على إسرائيل، وقد تعرضت لها منذ أزمنة تحت هدف إلقاء إسرائيل في البحر. ويتابع الكاتب وصف حماس نتيجة الاحتلال وليست سببا فيه، ووصفها رد فعل للاحتلال يضعان 7 أكتوبر في سياقه الصحيح. فحماس لم تهاجم إسرائيل في أرضها، حماس تتحرك في مساحات الأرض المحتلة، ومن هنا حتى فكرة إسرائيل عن الدفاع عن النفس تصبح محل شك حقيقي. ويختم: مهما كانت اختلافاتنا الأيديولوجية لابد أن تكون بيننا مشتركات إنسانية فيما يخص أفكارا أساسية مثل الظلم والعدل والاحتلال خطيئة أولية، والناس الأسوياء جميعهم يؤمنون بحق الشعب التي ترزح تحت نير الاحتلال في المقاومة المشروعة. إذا ما رأينا حماس نتيجة لا سبب، يمكننا التعاطف مع المقاومة أيا كان لونها. وبالعودة لقراءة ما بين سطور في مقالات أخرى، معنا الكاتب الصحفي إسماعيل الشريف، أهلا بك معنا من جديد. يعني لطالما كان هناك حديث الحكمة في المنطقة ما قبل الحرب على غزة بشأن استمرارية السياسة الإسرائيلية والتعنت سيؤدي إلى تدهور في الأوضاع وانهيار وتمدد الصراع، اليوم العالم يرى المشهد، فهل تغيرت الاستجابة لدعوات الالتفات إلى إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل؟ يعني الحقيقة يعني الكيان الصهيوني يعني إذا بنلاحظ أنه أصبح دولة معزولة، يعني فقد جميع مؤيديه في هذه الحرب باستثناء الولايات المتحدة التي ما زالت ترفض وقف إطلاق النار، وسنتحدث عن هذا يعني كمان شوي طبعا. ولا ننسى أن هنالك القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية باتهامها بأنها تقوم بالإبادة الجماعية. وطبعا زي ما شفنا بأن الدفاع الصهاينة كان ضعيف للغاية، ودفاعهم صب على نقطتين،
انهم لم يمنعوا وصول المساعدات طبعا، وهذا يخالف تصريحات الدول المجاورة وتصريحات هيئات الإغاثة التي تجمع بأن الكيان تجمع بأن الكيان الصهيوني يمنع المساعدات. ثم هنالك طبعا تصريح وزير الدفاع بأننا الصهيوني بأننا نحارب، طبعا هذا في بداية الحرب، بأننا نحارب حيوانات بشرية، سنمنع عنهم الماء والكهرباء والأكل. ثم أن الكيان يحذر، ثم في معرض دفاعهم قالوا أن الكيان يحذر السكان من خلال إلقاء مناشير تحذيرية للمناطق المستهدفة. طبعا ويجمع الساس بأن هذا الحكي برضه غير صحيح، وطبعا ينسبه طبعا، وشفنا تصريح نتنياهو لذلك ذكر قصة العماليق التوراتية والتي تتحدث أن الله طلب من ناس، والله أحد الأنبياء، أن لا يبقي أحد من النساء والأطفال، وحتى ماشيتهم. لذلك القضية واضحة يعني وضوح الشمس يعني، وحقيقة إذا لم تصدر المحكمة الإدانة للكيان نعم ففي لا معنى لمؤسسات الدولة التي أصبحت الحقيقة الآن بثارا للتساؤل. طبعا إذا نعم صدر هذا الحكم فسيزيد من عزلة الكيان الصهيوني، وله نعم انعكاسات كبيرة سواء في التعامل مع المؤسسات الدولية أو على سبيل المثال أخذ القروض أو الحصول نعم على كل أسلحة. الشكر لك طبعا الكاتب الصحفي إسماعيل الشريف. أهلا وسهلا فيك. ونذهب معكم إلى عالم الكاريكاتير في الصحافة العربية. في صحيفة عمان العمانية كاريكاتير يتناول حل الدولتين الذي يطرق على رأس نتنياهو للخروج من صراع زاد عن 75 عاما. صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها تحت عنوان أضرار جسيمة لاقتصادات المنطقة بسبب حرب غزة، حيث تجد الصحيفة التي تناقش مثل الكثير من الصحف ما خلفته نحو 110 أيام من الحرب، حيث التداعيات الإنسانية والسياسية والاقتصادية لحرب إسرائيل على قطاع غزة. تبدو الاقتصادية تحت السيطرة بصورة كبيرة في المناطق البعيدة عن العمليات العسكرية، لكن الأمر يختلف في الدول المحيطة بإسرائيل، إذ تضرر اقتصادها بصورة كبيرة. وتضيف: رغم عدد الضحايا الصاعق والبؤس المؤلم الناجمين عن أعمال العنف في الشرق الأوسط، إلا أن التأثير الاقتصادي الأوسع حتى الآن كان تحت السيطرة، فقد عاد إنتاج النفط وأسعاره، وهو محرك بالغ الأهمية للنشاط الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء العالم، إلى مستويات ما قبل الأزمة. ولا يزال السياح الدوليون يسافرون إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط، لكن بالنسبة للدول المجاورة لإسرائيل، مصر، لبنان والأردن، فإن الأضرار الاقتصادية جسيمة بالفعل. وبحسب تقييم أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كلفت الحرب بين إسرائيل وغزة الدول الثلاث خلال 3 أشهر فقط 10 مليارات و300 مليون دولار، أو 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة. ومن المتوقع أن يقع 230 ألف شخص إضافي في هذه البلدان في براثن الفقر. وحذر التقييم من أن التنمية البشرية قد تفتقد ما بين 2 إلى 3 سنوات من التقدم على الأقل في مصر والأردن ولبنان، مشيرا إلى تدفقات اللاجئين وارتفاع الدين العام وانخفاض التجارة والسياحة، وهذه الأمور مصدر حيوي للإيرادات والعملة الأجنبية وفرص العمل. وبحسب الصحيفة، فإن حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب تؤدي إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات في الأردن ولبنان ومصر، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق والاستثمار حسب ما كتب محللو صندوق النقد الدولي. أما الآن في الأردن فقد انخفضت حجوزات الطيران بنسبة 18%، وفي لبنان حيث يوجه حزب الله ضربات للقوات الإسرائيلية على طول الحدود، انخفضت الحجوزات بنسبة 25%. وإلى الكاريكاتير من الصحافة العالمية لعيران وولكوفسكي في هآرتس. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.